متابعينا الكرام، اسعد الله مساكم اينما كنتم. بدايه بسم الله والصلاه والسلام على افضل الخلق سيدنا محمد رسول الله. اليوم اخواني معانا فراس جاسكو مزارع حد الذهبي حبات تبارك الرحمن زي ما انتم شايفين. طبعا فراخ عين سوداء تبارك الرحمن احجام جامبو بتسبح للخالق، نتمنى من الكل يصلي على النبي. شوفوا بسم الله ما شاء الله. طبعا اخواني للباحثين عن التميز حبات تبارك الرحمن اللي حاب يجينا اشي تبارك الرحمن حلو للعمر ما له غير فرخ كاسكو مزرعة حجر ذهبي بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين. وتعالوا فرديكم باقي الافراخ اللي عندنا. شوف 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 بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. طلعوا يا اخواني الالافه فراخ تبارك الرحمن صحه ونظافه وجمال بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين. الفيديو بغني عن الشرح تبارك الرحمن. طبعا الاعمار بين 3 شهور و4 شهور كلها صحه ونظافه، ثواب ثلجيه، احجام جامبو بسم الله ما شاء الله. يا يعني اخواني تبارك الرحمن زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله. للباحثين عن التميز ما له غير ياخذ له فرق تبارك الرحمن من عند فيديو الشوبكي وابو جوال. وبتمنى من كل شخص شاف هذا الفيديو يدعي لنا بالبركه وكل المحبه للجميع، والقادم افضل وانتظرونا قريبا جدا باقوى المفاجات. دائما بنقول القادم اجمل باذن الله.